هعمل كريسب دلوقتي، ممكن يكون سمك فيليه قشر بياض، ممكن يكون جمبري حسب الرغبة. ما عندكيش فيليه قشر بياض، بتجيب البولت بتاعنا بتاع خير مزارعنا، حبة بتعمل نص كيلو تقريبا، بناخد ظهر السمكة ما فيهاش شوك وبنعملها بنفس الطريقة عشان اللي مش لاقي القشر البياض. المقادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، لا تتعدى أصابع اليد العشرة. سمك فيليه قشر بياض بيتقطع أصابع، معانا توم بودر، بصل بودر وسمسم، ومعانا رقائق الذرة، ومعانا طبعا شوية توم طازة عايزهم أنا، وما ننساش عصرة ليمونة في المقادير وسنة شبت صغيرة. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمله إزاي ونحضر الزيت بتاعنا. حلو قوي، ولكن عايز أقول معلومة مهمة جدا. سمك الفيليه لما نيجي نعمله في مشاكل بتواجهنا، اللي انا بعد ما بقليه افتح حته السمكه اشم ريحه زفاره جواها، عشان انت بتكتفي بالتتبيله اللي هي بتاعه التوبنج بس، وده غلط. ولكن انصحك بتعملي فيش فينجر مقلي او سمك كريسبي مقلي او دجاج زي اللي بنشوفه بره في المحلات اللي هي بيسموها تندر، شرايح من الدجاج بتتعمل بتتبيله وتتقلي، مهم جدا تتبلي حته اللحمه قبل ما تحطيها في الغلاف الخارجي او التوبنج بتاعها الخارجي، علشان ما تشميش ريحه مش لطيفه وهي سخنه وبتقطعيها. دي مهم جدا سواء فراخ سواء سمك. طب نعمل ايه يا عم الشيف؟ السمك معانا اهوت بالشكل ده كده. التتبيله معلقه نشا مع الخلطه السحريه للمغازي علشان تخلي السمك بتاعك كريسبي. حطيت ايه يا شيف؟ حطيت معلقتين نشا لكل كيلو سمك فيليه اهو، شفتي؟ او اقلبه كده. حطيت مستردة، اوعي حذاري اكتبيها على باب التلاجة عشان ما تنسيش. اوعي تحطي زيت، انت بتتبلي سمكة تقليه. حطيتي زيت، حطيتي سمنة، حطيتي زبدة، خلاص كل اللي انت بتعمليه ده مش هينفع. انا حطيت مستردة وحطيت ليمون، شوية عصير ليمون عشان النشا يمسك في السمك، والملح بتاعي والزعتر بتاعي، وحطيت شوية بابريكا وشوية كركم، السمك بيحب الكركم والفراخ بتحب الكركم، واقلب السمك كده بالشكل ده كده. حلو قوي. تمام. حط شويه كمان عصير ليمون كده، حته السمكه مستحيل تشم لها ريحه. على مسؤوليتي. حلو قوي، نخليها على جنب ونقف وقفه هنا مع التوبنج بتاعنا. توم باودر، نبص على الفرن مخرجنا الجميل ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. بص على اللازانيا، بص على الحلاوه، حلاوه الله يرحمك الفنان الشعبي الكبير متقال. بص على الحلاوة، ايه الحلاوة دي؟ لازانيا طبقات تتخللها من الداخل تشكيلة من السيفود والوايت صوص، وتحت منها سمكة الدنيس بعمق الزبدة والليمون. طيب تعالوا مع بعض نحط التوم البودر، بصل بودر، حلو، شوية زعتر محترمين، فين الزعتر؟ اهو، والزيت معايا بيسخن، اللهم صل على النبي، ونحط شوية الملح التمام، شوية البابريكا التمام، شوية الكركم التمام، شوية الفلفل الأسود التمام، ونقلب دول بإيدينا كده. كده ده جاهز. وشوية السمسم الحلوين، مش عارف ليه جايبين لي سمسم مستوي، أنا عايز سمسم ني، بس هما كويس إن هما جايبين الاتنين. سمسم أهو، سمسم يعني أوميجا 3. عشان الأطفال الحلوين نقوي الذاكرة بتاعتهم. سمسم مفيد جدا. في قلب الخلطة. تاني اوعى تحط سمسم مستوي. حطيه ني. حلو قوي. الخلطه نخليها كده ونيجي للسمك بتاعنا ده كده، اخباره ايه؟ نقلبه كده بالتتبيله بتاعته. حلو قوي. وننزل بيه في قلب الايه؟ الخلطه دي كده. مع اني ما بحبش اعمل البنيهات دي خالص من صغري. ونشيل ده كده من هنا. تمام زي الفل. ونجيب طبق تاني. اللهم صل على النبي، وعندي الزيت شديد الحراره زي الفل. ايه الاخبار هنا؟ تمام. اللهم صل على النبي، وابدا اشتغل كده. الطريقه دي او الطبق ده او السمك ده من الاكلات اللي ممكن تحضريها مسبقا. يعني بتشتغلي، بتنزلي شغل الصبح، عايزه تعملي حاجه تبقى جاهزه عندك في الديب فريزر، جاهز يا فندم. تبقى انت عايزه تعملي ايه؟
تبقى انك انت الحاجه دي عاملاها ومجهزاها في الديب فريزر على طول، بتطلعها من الديب فريزر تسيبيها لما تفك، وحذر انك تحطها في الزيت وهي مجمده، هتستوي من بره، تيجي تاكلها من جوه تلاقيها ايس كريم، هتتاكل برضه لان دافعين فيه فلوس كتير ده. فيفضل انك انت تخرجيها من الديب فريزر مسبقا وبعدين تحطيها في قلب الزيت وهو شديد الحراره، عينية زي الفل. تمام، هناخد ده كده اهو، شفت انا شغال اهو بايديا الاثنين طبيعي اهو. في طريقه تانية بس ما تنفعش مع رقائق الذره ده كده، تنفع مع الدقيق. بتستخدمي هنا الماء المثلج، حاجه كده بتعم الطنبوره، بس احنا عايزين نعمله النهارده بطريقه جديده اهو. هاخد دول كلهم دلوقتي احطهم في قلب الزيت واشوف ايه اللي في الفرن اطلعه، عشان احنا ما قدمناش وقت خالص، الوقت بيسرقنا مش عارف ليه. الوقت الحلو والكلام الحلو معاكم بيعدي بسرعه. الزيت شديد الحراره، باخده كده زي ما هو. اللهم صل على النبي. واجي هنا كده اهو، ايه الاخبار؟ زي ما هو كده اهو، في قلب الزيت اهو. اللهم صل على النبي. ده ما بياخدش وقت كتير في السوى. ما تحطيش واحده على الثانيه. ممكن نحط واحده على الثانيه بس بعد شويه يعني، وانا شغال كده. خلي عينك على الزيت وانت بتحطي، ده مهم جدا. ما عندكيش القلايه دي هتقلبهم في قلب طاسه زي الفل. لسه شويه. يا 1 2 3 انزل الباقي. مع عمليه القلي دي برضو فيها فن، خلي بالك عشان ما يلزقش مع بعضه. 1 2 3 يلا. وانا شغال. وما تقلبهوش، ما تفرحيش بقى انك عامله سمك وعملت طريقه الشيف المغازي وتزغرطي جوه قلبك والجو ده كله، خلي بالك. تعملي بقى ما تقلوش ولا تقلبيه، سيبيه زي ما هو. بس هتعمل ايه يا شيف؟ صلى على الحبيب، خدرها عشان ربنا يكرمنا اهو في قلب الزيت. حلو قوي. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا شيف؟ انا حطيت نعناع واحط شريحه من الليمون عشان في جيران حبايبنا، في حماتي جايه تزورني النهارده، طبخ النهارده عامله مسقعه وانت عامله سمك في ليش رباط، فمحدش هيعرف انك انت عامله سمك، خلي بالك. ايه اخبار اللي في الزيت؟ بص عليه كده، سامع الصوت ده بيجوع. لسه مش هتطلع بيه دلوقتي. الله 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 الله. يلا هو ده. نشيل النعناع، نشيل الليمون، خلاص مفيش ريحه سمك في البيت خالص اهو. ونشيل السمك بتاعنا اللي حمرناه بسرعه. اللهم صل على النبي. يلا عشان وقتنا خلص يا شيف. سامعين الصوت؟ سامعين صوت القرمشه؟ برميها في قلب الطبق، اسمع صوتها وهي في قلب الطبق اهو. السمك الفيليه المقلي كريسبي مع خلطه المغاز الشقيه، بنضمن ان السمك ما يسيبش الخلطه. السمسم بتاعنا توبنج في الشكل الخارجي للسمك. نعمل الجمبري بنفس الطريقه. ما عنديش سمك فيليه يا شيف، اعمل ايه؟ تجيب البولت بتاع مزارعنا، البولتيه نص كيلو موجود، بناخد ظهر السمكه ونقطعه بالطريقه دي كده، ونمشي بقى معاه بنفس الخطوات اللي عملناها. معلقتين نشا، توم، سنه شبت صغيره، مسترده، ونتبله، وبعد كده نقليه في قلب الزيت بالطريقه الحلوه اللي حضراتكم شايفينها. اللهم صل على النبي. على فين يا شيف؟ نقدمه على السفره. حلقتنا النهارده سمك، وبنعيد الحلقه دي لحضراتكم يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره. عملنا السمك الفيليه المقلي كريسبي،